الخوت السلام عليكم. واش في خباركم بأن محمد مبدي كان كيخطط باش يحرق يعلق البرة شهور قبل اعتقاله؟ جاتو شي تنقنيقة أو حس براسو فعلا مكحلة والعاقبة ديالو ما غاداش تخرج على خير، ودار محاولة باش يسافر للخارج بحجة أنه مريض مهلوك وخاصو يتعالج في فرنسا، ولكن عاقوا به حيدوا ليه الباسبور وقالوا ليه خليك معنا هنا السي مبدي، فين غادي؟ فين باغي تمشي؟ خليك معنا. وهنا ناض كيعورط وكيزاوق في عبد اللطيف وهبي وزير العدل عشيره وقال ليه شوف ليا شي حل السي وهبي باش نخرج لبرا غير نتعالج. ولكن الرد ديال وهبي حتى هو عاقبه كان مخيب للامان. تفاصيل خطيره جدا في حلقه اليوم، ولكن بعد هذا الفاصل القصير جدا. محمد مبدي الوزير السابق ديال الوظيفه العموميه وتحديث الاداره في عهد بن كيران ورئيس بلديه الفقيه بن صالح لمده 23 عام، والنائب البرلماني الديناصور اللي خيم في البرلمان لعقود طويله من الزمن، قال لك السي ما دار والو من السياسه، ما جمعش، مجرد مواطن فقير بحاله بحال ايها الناس، ما كيكسب ما كيعلم، غادي غير حويطه حويطه وكيتقاتل مع الوقت بحال الدراوش. والدليل هو أنه 25 عام هو كيجمع عاد باش تمكن من بناء دار، وخا قال لهم هو غير دار، ولكن نسى أو تناسى يقول لهم بأنه راه قصر، القصر فين دار العرس الأسطوري ديال ولده. ومن غير هادشي كله مبدي عنده شركات كثيرة وشي 53 عقار كلها جمعها من السياسة في ظرف 30 عام. والدليل الثاني على الفقر ديال محمد مبدع المزعوم هو انه مازال لحد الساعه قال لك السي ساكن مع بواه في الدار ديالو، اما الشقه اللي عنده في حي الرياض او فيلا بالرباط قال لك السي واخذها غير كريدي وكيخلص عليها الطريطه بحالو بحال جميع المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل. ها الجواب ديالو سمعوه ملي سولوه الصحفي رضوان الرمضاني في واحد الاستضافه ماضيه، اش قال؟ نسمعوه ونرجعوا للتعليق باش تعرفوا معايا الثروه الحقيقيه اللي كاينه عند مبدي. قال لك ما عنده والو، واللي سكت عليها في هذا الفيديو وما بغاش يصرح بها الاعلام. نسمعوا المقطع. والحاله الماديه السي مبدي كيفاش الحاله؟ الحاله الماديه كيفاش بحال هسه؟ بحال زعما مليونير ولا ملياردير؟ واش تعاودوا لك؟ وانا قال لي عندك بزاف ديال الفلوس، انا كندوز 20 الفريق كنبدا نتلف السي مبدي. لا لا فايت 20 الفريق. فايت 20 الفريق. واه ولا شحال هذه؟ شحال هذه؟ شحال هذه؟ 20 الفريق ديال بكري هذه. لا يعني كل واحد عنده الرزق ديالو. الحمد لله. ولكن شوف غير كيفاش كسبوا. هذا ما تقدرش تقول لنا دابا انت شحال، هذا حيت الناس اللي لاباس عليهم واقيلا كيخافوا العين ديال المنازاليت بحالنا ولا شي حاجه. حتى لا كيف ما كان الحال، كاين الحاجه اللي كتشاف اللي ما كتشافش. اييه. داكشي اللي عندي كيتشاف. ما عندي شي حاجه ما كتشافش نهائيا قطعا. مخبي والو لا في سويسرا ولا في بلاصه هنا. والله ودي الحقنا في سويسرا. المغرب. انت والله انت كتحمق من ديك الحاق هنا كيقول لها وزيره وعدي 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 مزيان. لا. شحال غيكون عندك؟ مليونير يلا ما نحققوش بزاف. عندي الدويره ديالي وكاين هذه 25 عام وانا كنقاد فيها في الخرجات الفقيه بن صالح، في الداخل الفقيه بن صالح ساكن مع الوالد في الدار ديال الوالد. عندي ابارتمون في الرباط شاريها كريدي. كريدي تنقدي عليه. وعندي الدويره اللي كانت عندي قديمه في مراكش. على ماشي شي لاباس عليك بزاف؟ ماشي لاباس، اللي عنده شي حاجه من غير هادشي بسم الله. وانا حيت ما كيقول لي السي مبدي، كيقول لك السي مبدي عنده الوسخ ديال الفلوس. شي ما كاين شي منه. واه سي لا حاسب شي حاجه. كيقول لك مليونير وكاع كاين اللي كيقول لك من اين لك هذا؟ ايوا اش غادي نقول؟ الله يعطينا وجهك السي مبدي نهرسوا به القرقاع. قال لك راس ماله اكثر من 1000 درهم شي شويه. كيف سمعت وراه قالها؟ ايوا اش غادي نقولوا السي مبدي؟ على ذاك العرس البادخ والفاحش. عرس من 5 أيام ولا عرس من أعراس ألف ليلة وليلة، واللي كيعاودوا الناس ديال المنطقة بأن مدينة الفقيه بن صالح تسدات ديك السيمانة كلها. أي واحد جاي باغي يدخل لهاد المدينة كيقولوا ليه أرجع أهيتا منين جيتي؟ واش ما في خباركش بأن إمبراطور سعادة الإمبراطور ديال الفقيه بن صالح السي مبدي راه داير عرس لولدو هاد السيمانة
وهذا مبدع راه تناسب مع واحد العائلة فرنسية شهيرة، عطاوه بنتهم وقرر يدير ليهم عراسية فعلا شاركة تاركة على قد فمه باش تدخل للتاريخ، ولكن فعلا راه دخلت للتاريخ. نجيب دابا الموضوع الأساسي، واش في خباركم بأن السيهم مبدع كان باغي يهرب ويعلق، باغي يفرتح لبرا باسم العلاج في الخارج، قال لهم أنا مزاوق راني مريض ومهلوك، بغيت غير نمشي لبرا ندير شي عملية جراحية ونرجع بالزربة، ولكن عاقوا به، قالوا ليه أوه وحيدوا ليه الباسبور ديالو. وهنا حسب مراش قبل أكثر من عام بأنهم اللي حس براسو غادي يدخل الحبس، وقضيته تزير راس مزيان، مشى عند صاحبه وهبي وطلب منه باش يتوسط ليه باش يخليه زعما يسافر للخارج من أجل العلاج وكفى، ولكن حتى وهبي ما عقلش عليه، قال لي أودي أنا ما عندي ما ندير لك السي مبدي، ما بقات سلطة الوزير العدل على جهاز القضاء، وصير قلب على شي واحد آخر ربما ينفعك ويوقف معاك، ولكن أي واحد حاول مبدي يتقرب منه أو يطلب الوساطة ديالو في هذا الملف كان كيردها في وجهه، كيقول ليه اسمح لي السي مبدي انت ما درتي فيها ما يصلح، وعندك دوسي كبير وخطيرة بزاف ديال الفساد، والملف ديالك الآن راه شاده الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والوكيل العام للملك. في هذا الوقت بالذات إخواني قبل أكثر من عام نشرت واحد الفيديو مثير على مبدي والثروة ديال مبدي، نخليكم تسمعوا بعض المقتطفات منه ليكون لغاية مفيدة. إثارة هو أن الوزير السابق مشى كيزاوق ويعاورط في صديق وزير العدل يعني عبد اللطيف وهبي باش يتدخل ليه ويخليه يسافر على الأقل خارج الوطن باش يتلقى العلاج من واحد المرض كيعاني منه، ولكن كيف قالت نفس المصادر فكل هذه المحاولات اللي قام بها محمد مبدي وجميع التدخلات اللي دار من أجل هذا الغرض ما أعطاتش حتى نتيجة، وما تلقى حتى جواب أو ضمانة على أنه بإمكانه يغادر التراب الوطني إلى الخارج من أجل العلاج دون أن يتم توقيفه أو منعه أو استفساره في المطار. محمد مبدع اللي كيقول أيضا بأنه مريض ما صدقاتش ليه المحاولة ديال إحضار شهادة طبية لإعفائه من حضور جلسات البحث معه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كيف داروا شي ناس آخرين قبل منه، وهادشي اللي خلى العديد من المتشبعين المغاربة الآن يقولوا بأن محمد مبدع أصبح بكل تأكيد تحت المراقبة القضائية. فمعروف شخص أو الاسم البدن صرح أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأنه قدم هدية معتبرة جدا لمحمد مبدي، وهذه الهدية هي عبارة عن سيارة فارية من نوع BMW مقابل الحصول على صفقة مهمة وهي هدية السي مبدي بأنه منح مثيلا لها لبرلماني اخر. شكون هو هذا البرلماني؟ بلا شك فالتحقيقات الجاريه غادي تكشف على اسمه والهويه الكامله ديالو، وبلا شك حتى هو غادي يجيبوه باش يديروا معاه الابحاث القضائيه اللازمه. وكيف قلنا فالوزير اللي سبق لي صرح بانه مازال ساكن لحد الساعه مع الوالد ديالو وما عنده حتى شي حاجه باستثناء شقه شراها بالكريدي، بينت الابحاث بانه كيملك منزل فاخر في فرنسا لا تقل قيمته عن نصف مليون اورو، وهذا المسكن شراه باسم ولده اللي كيتابع الدراسه ديالو في الجمهوريه الثامنه يعني فرنسا، بلا ما نهضروا على انكشاف الثروه الهائله ديالو من خلال حفل الزواج الاسطوري والباذخ الذي اقامه لابنه بمدينه الفقيه بن صالح وهي احد اكثر المدن فقرا في المملكه. ايضا فالعارفون بخبايا الامور كيقولوا بان الوزير السابق كيملك شركات عديده في مختلف الميادين بدءا من الفلاحه الى توزيع المحروقات ثم البناء والعقار، وايضا يتوفر على تجزئات سكنيه وشركه للالومنيوم بالدار البيضاء، كما اصبح يستورد العطور الفاخره من دبي والملابس الجاهزه الراقيه من ايطاليا، حيث يملك محلا بحي الرياض بالرباط تديره زوجته. ومن نهار بدات الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه في الابحاث ديالها مع محمد مبدي وكتجبد وكتنبش في الضواصه حتى ناضوا شي وحدين شي اشخاص عندهم علاقه بجميع القضايا او بمعظم القضايا اللي كيتم البحث فيها الان مع محمد مبدي. هاد الناس كلهم جمعوا شكايرهم والباليزات ديالهم وقرروا كيف كتبت الصحافه باش يغادروا التراب الوطني على الفور في اتجاه دول اخرى.
وخاش في نظر المتواضع ما غاديش ينفعهم حيت النهار اللي غادي يبغيهم المغرب غادي يجيو بلا خاطرهم. الانتربول غادي يدير الخدمة ديالها كما ينبغي، ومن هاد الناس اللي قرروا باش يجمعوا قلوعهم ويخويو من المملكة المغربية ربما خوفا من المتابعة. كاين مقاول شهير بجهة ابن ملال خنيفرة واللي كتقول المعلومات المتوفرة بأنه نقل كل أفراد الأسرة ديالو بعدما اقتنى شقة فارهة بسعر باهظ بشارع لافوش في قلب العاصمة الفرنسية باريس. الوزير اللي تشهر بمقولة أنه مواطن بسيط بحاله بحال جميع الناس وما عنده لا فلوس في سويسرا ولا عقارات في الخارج ولا ثروات طائلة دارها من السياسة. الوزير اللي كان قال بأنه ما زال ساكن مع الوالد في الدار ديالو وفقط عنده شقة في الرباط شاريها بقرض بنكي يعني كريدي، هو نفسه اللي نوض الصداع على راسه نهار دار الراسية فعلة شاركة لولده واللي كانت فيها الهدايا لا تصدق عبارة عن ألماس ومجوهرات ثمينة في الوقت اللي كانت فيه المدينة ديالو يعني الفقيه بن صالح واللي هو رئيس الجماعة ديالها كتعيش الزلط والفقر والحاجة وما عندها حتى سبيطار مقود والشوارع ديالها كلها متهالكة وما فيها ما يتشاف. هاد السيد يعني محمد مبديع هو اللي من ايام هادي وهو طالع هابط عند الفرقة الوطنية للشرطة القضائية واللي قررت باش تفتح معاه ابحاث قضائية معمقة على خلفية واحد المجموعة من الصفقات اللي كيوصفوها الناس العارفين بالمشبوع واللي كان هو اللي وقع عليها لفائدة مجموعة من الشركات والمقاولات واللي كلها كتحوم عليها شبهات في لهف المال العام والتلاعب بالميزانية والغش في الصفقات والمشاريع كيف وقع مع البرلماني الفايق ومع البابور الصغير اللي سرق 63 مليار وكيف وقع أيضا مع واحد المجموعة كبيرة من ناهبي المال العام اللي جمعوا وراكموا الثروات الخيالية في السنوات الأخيرة على أظهار الشعب المقهور واللي تأكد بأنهم كلهم كانوا كيتلصقوا بالسياسة أو بالسياسيين والكراسي البرلمانية والجماعاتية وهادشي كله غير باش يزيدوا يجمعوا أموال وثروات أكثر مما عندهم. هو ما يديروا الفلوس صحيحة والشعب المسكين واحد غير مع ثمن المطيشة والفلفلة والسردين عاد كملوا عليه مؤخرا بهاد الارتفاعات الصاروخية والخيالية ديال أسعار المحروقات واللي شنشطات كل شيء وخلات كل المواد الغذائية الأساسية اللي كيعيش عليها الدرويش تشعل شعلة وحدة. هاد البحث يعني اللي باشراته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بن صالح كان بسبب مجموعة من الخروقات والصفقات اللي كيتقدر الثمن ديالها بعشرات المليارات كلها ذهبت إلى جيوب فئة صغيرة جدا معدودة على رؤوس الأصابع في حين أن الهدف منها ما تحققش نهائيا وما عطاتش الثمار والنتيجة ديالها بحكم الغش والتلاعبات اللي عرفت وهذه الصفقات الكبيرة جدا جدا جدا. تحياتي العطيرة لكم جميعا إخواني أخواتي وإلى موضوع آخر بإذن المولى عز وجل، وما تنساوش البارتاج واللايك والتعليق لهذا الفيديو باش تعمل فائدة وباش الحاضر يعلم الغيب.